تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، صبحكم الله بالخير والنور والعافية، وأهلا ومرحبا بكم من جديد في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام. وننتهز مناسبة حلول عيد الفطر المبارك لنتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات لقيادتنا الرشيدة وشيوخنا حفظهم الله وشعبنا وبلادنا والأمتين العربية والإسلامية، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا باليمن والخير والبركات، وكل عام وأنتم بألف خير. أرحب بفريق العمل معي اليوم، فريق الإعداد في هيئة الصحة بدبي، وفي التنسيق والمتابعة الأخت إسراء هاشم، وفي الإخراج مخرجنا المتألق دائما الأستاذ أيمن سرحيل. وكل عام وأنتم بألف خير وصحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، دائما نرحب بتواصلكم معنا في برنامج صحة وسعادة على الأرقام 600-551-414، وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ونستعرض فقرات برنامجنا لهذا اليوم، ومثل ما عودناكم دائما عندنا فقرة الأخبار العالمية والمحلية، واليوم خبرنا تحت عنوان علماء يبتكرون شريحة تحت الجلد لقياس حرارة الجسم. أما فقرة السوشيال ميديا ومستجلدات التواصل الاجتماعي وأهم المتداول فيها على صفحات هيئة الصحة بدبي، وبتعطينا هاي المستجدات زميلتنا الأخت أسمى الجناحي. فقرة التغذية اليوم تحت عنوان العودة لأنماط الغذاء المعتادة، وبتكون معاي اليوم عبر الهاتف خبيرة التغذية الأستاذ سهير محمود، أخصائي أول التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي، وحديثنا معها عن التحديات والمشاكل الصحية المتوقعة أن نواجهها بعد شهر رمضان المبارك، وكيف تنحصر في الغذاء، وكيف لنا أن نتفادى مثل هذه التحديات والمشاكل. وأيضا بنتحدث عن التدرج الطبيعي في عملية الانفتاح السريعة التي نلجأ إليها دائما بعد شهر رمضان المبارك، وعن أغذية محددة ومشروبات يمكن أن تساعدنا في تفادي المشكلات أو مشاكل الهضم التي يتعرض لها بعض الناس وبعد شهر رمضان المبارك، وأيضا كيف لنا أن نستعيد يعني أو نستفيد من ونلتزم بها في وجباتنا اليومية. أما فقرة خدمات هيئة الصحة بدبي مستمعينا الأعزاء اليوم، أيضا من المواضيع المهمة اللي بنتحدث فيها مع الدكتور صلاح محمد ثابت، أخصائي الصحة العامة بهيئة الصحة بدبي، عن التدخين والخدمات المميزة اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي، وبنتحدث عن مشكلة التدخين العالمية وما تسببه من الأمراض الخطيرة، وعن الخدمات المميزة عن عيادة التدخين وعن مكافحة هذه المشكلة، وبنتعرف أيضا عن التجهيزات المتميزة ونوعية الخدمات اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي في موضوع الإقلاع عن التدخين. فهاي مواضيعنا هذه يوم مستمعينا الأعزاء، ودائما نرحب بتواصلكم معنا على الأرقام 600-551-414، وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. ونرجع مع فقرة السوشيال ميديا مستمعينا الأعزاء ومستجدات وسائل التواصل الاجتماعي وأهم المتداول فيها على صفحات هيئة الصحة بدبي مع زميلتنا الأخت أسمى الجناحي. أختي أسمى، صبحت الله بالخير والنور والعافية. صبحكم الله بالنور والسرور أخوي عبد الله عليكم وعلى كل المستمعين إذاعة نور دبي. وكل عام وأنت بخير وبصحة وسعادة أختي أسمى.
وانت بخير يا رب. ناخذ تقريبا جوله في الاشياء اللي صارت في قنوات التواصل الاجتماعي. تقريبا حكينا وايد مركزين على التوعيه بالاجراءات الوقائيه وايضا بالنصائح الصحيه الخاصه بفتره العيد، وخصوصا ان اول يوم عيد يعني في ما شاء الله الناس تتحمس في موضوع الاكل وترجع على طول مباشره لنظامها الغذائي قبل رمضان، وكان يحتاجون ان مجموعه من النصائح ان كيف شو الاكلات اللي لازم ياكلونها وكيف ممكن يدرجون للعوده الى النظام السابق. نفس الشيء الاشخاص اللي يعني في كثير من الاشخاص يقومون يستلمون الشوال مباشره بعد العيد، فالنصائح اللي حطيناها تنطبق لهم ايضا اول ما يخلصون صيام الست من شوال، نتمنى رب العالمين يتقبل طاعاتهم وصلاتهم. ايضا من ضمن الاشياء اللي كنا حاطينها في قنوات التواصل الاجتماعي وهي صور من خط دفاعنا الاول والموظفين اللي كانوا يشتغلون خلال يعني عيد الفطر المبارك، لما الكل موجود ومستانس ورايح في بيوتهم والعزايم. هناك مجموعه كبيره من الموظفين، مو بس اطباء او ممرضين، حتى الكوادر الفنيه، المهندسين، فرق التعقيم والتطعيم، كلهم كانوا شغالين في عطله عيد الفطر المبارك. نحن الفتره الحاليه توصلنا مجموعه من الاسئله، واليوم كنا حاطين سؤال لكل متابعينا في حساب هيئه الصحه في الانستغرام، وهي في حال وجود أي سؤال لأصحاب الأمراض الجهاز العصبي ممكن يكتبون في الستوري، يكتبون أسئلتهم في قناة التواصل الاجتماعي خصوصاً على حسابنا في الانستغرام، وكل الأسئلة راح نحولها لأطباء المستشارين في قسم جهاز الأمراض العصبي، وراح يجاوبون على كل أسئلتهم اللي متعلقة بالتطعيم. كل اللي يحتاجونه يدخلون على الانستغرام يفتحون الستوري ويكتبون سؤالهم لأطباء الجهاز العصبي. تقريبا هالأشياء اللي كانت، والفترة الحالية نحن مكلية على التطعيم. وأيضا من ضمن الأشياء كان في خبر موجود أن مثلا دولة الإمارات تعتمد الاستخدام الطارئ للفئات من 12 سنة وأكثر من 12 إلى 15 سنة، لأن تطعيم فايزر بيونتك هو من 16 وما فوق. فكان خلال الإجازة السابقة في قنوات التواصل الاجتماعي أن دولة الإمارات أعطت أو وزارة الصحة الإماراتية وافقت على استخدام الطارئ لتطعيم فايزر بيونتك أو لقاح فايزر بيونتك للفئة العمرية بين 12 و 15 سنة. هيئة الصحة إن شاء الله راح تعلن عن التفاصيل الخاصة بتوفير الخدمة لهذه الفئة في قنوات التواصل الاجتماعي إن شاء الله. من خط الفئة راح يتم إعلان عنها مباشرة في حسابات هيئة الصحة. نتمنى من الجميع يتابعونا على DHA_Dubai. تقريبا هالأشياء اللي كانت في قناة التواصل الاجتماعي، نتمنى لهم أسبوع حافل بالإنجازات في هذا الأسبوع. وشكرا. شكرا لك أختي أسمى الجناحي، يعطيك ألف عافية على هاي المستجدات في وسائل التواصل الاجتماعي. مستمعينا الأعزاء، العودة لأنماط الغذاء المعتادة بيكون حديثنا إن شاء الله مع الأستاذ سهير محمود، أخصائي أول التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي، بعد الفاصل وخلكم معنا. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية ويا مرحبا بكم وسهلا في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. دائما نرحب بتواصلكم معنا مستمعين على الأرقام 600551414 وعلى الرسائل النصية القصيرة 4006. والعودة لأنماط الغذاء المعتادة، مثل ما تعرفوا مستمعينا الأعزاء بأن نحن دائما نتواصل في حديثنا بشكل مستمر، واليوم أيضا عن موضوع العودة لأنماط الغذائية المعتادة والتي كنا نتبعها قبل شهر رمضان المبارك، وكيف يعني نستمر في أن نتبع الأنماط الغذائية السليمة من أجل تفادي التحديات والمشاكل الصحية المحتملة وخاصة التي يتعرض لها الجهاز الهضمي. معنا عبر الهاتف الأستاذة وخبيرة التغذية
الأستاذة بتكون معنا إن شاء الله الأستاذة سهير محمود، أخصائي أول التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي، للحديث عن هذا الموضوع المهم مستمعين الأعزاء، وأيضا بنتعرف معها عن هذه التحديات وكيف نحن أن يعني نتدارك هذه التحديات التي من خلالها ممكن أن يعني تكون هناك بعض المشاكل، وبالأخص لعملية الهضم وعملية يعني التدريج في الغذاء من بعد شهر رمضان المبارك. وحديثنا أيضا بيكون معها الحقيقة يعني كيف ممكن يكون التدريج في الغذاء، وكيف بأن يتم أيضا اختيار بعض الأنواع الغذائية، سواء كانت يعني بعض الأنواع الغذائية اللحوم أو الأسماك أو أنواع غذائية ثانية مثل الحبوب اللي ممكن نحن تساعدنا في موضوع الهضم، وأيضا تساعدنا في موضوع التدريج، لأنه يعتبر موضوع التدريج أو الرجوع إلى أنماط الغذائية المعتادة من المواضيع المهمة لصحة المعدة والصحة العامة للإنسان من بعد شهر رمضان المبارك. وهناك طبعا الكثير من التحديات والكثير من الأمور اللي ممكن نحن نستفيد منها من خلال حديثنا بيكون إن شاء الله مع الأستاذ سهير. دائما تعرفون مستمعينا الأعزاء بأن الرجوع إلى النمط الغذائي الصحي يحتاج إلى تدريج، ويحتاج إلى يعني شكل بحيث أنه لا يتم هناك ولا تكون هناك بعض المشاكل للجهاز الهضمي. دائما نحن نقول لتفادي مشاكل الجهاز الهضمي خلال يعني من بعد أيام عيد الفطر المبارك، دائما نذكر بأن يجب أن يكون بنظام غذائي، يعني نقول يعني أن الواحد يرجع إلى نظامه الغذائي بشكل تدريجي، وأيضا ننصح بعدم الإفراط في تناول الحلويات وأيضا تناول الطعام بكميات قليلة. ودائما ينصح خبراء التغذية بأن يكون هناك في يعني فارق بين الوجبات الرئيسية من 4 إلى 5 ساعات حتى يكون أو تعطي يعني مساحة أو وقت للجهاز الهضمي أو للمعدة بشكل أصح لعملية الهضم السليم. دائما موضوع مستمعينا الأعزاء المضغ من أمور المهمة جدا، بأن لابد أن يؤخذ بعين الاعتبار مضغ الطعام ببطء، وذلك لضمان الهضم الجيد بشكل مستمر. وننصح دائما بتناول يعني الأكلات اللي تكون يعني سريعة الهضم وتكون أيضا سهلة على المعدة للهضم. معنا مستمعينا الأعزاء عبر الهاتف الأستاذ سهير محمود، أخصائي أول التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي. أستاذ سهير صبحك الله بالخير والنور والعافية. صباح النور والسرور، وكل عام وأنت بخير. وأنت بخير أستاذ سهير. طبعا اليوم شكرا لك على اختياره واختياركم هذا الموضوع، العودة لأنماط الغذاء المعتادة. الحقيقة يعني موضوع مهم، وأيضا موضوع يحتاج أن يعني يتثقف به أفراد المجتمع. فحابين الحقيقة يعني نتحدث معك عن المشاكل الصحية المتوقعة اللي نحن نواجهها من بعد شهر رمضان المبارك، كيف تنحصر وبالأخص في الغذاء، وكيف أيضا أيضا أستاذ سهير أن نتفادى مثل هذه التحديات والمشاكل الصحية. نعم طبعا، يعني إحنا بعد المنصوم شهر كامل، نعم، ما بيكون في عنا كتير شهية أنه نفطر الصبح أو أنه ناكل كميات كبيرة من الأكل. فيعني دائما نحاول أول أيام الإفطار بعد رمضان أنه نتناول الوجبات الرئيسية خلال أيام العيد، أو مثلا الأيام اللي ما بعد العيد بأوقات قريبة من أوقات الإفطار والسحور. يعني مثلا إذا إحنا مثلا نتسحر على الساعة 3:30-4، لو فقنا الصبح صلاة العيد ناكل شيء خفيف، وبعدين مثلا ما أظن إن حدا يكون له يعني شهية أو مثلا يكون جوعان يأكل خلال اليوم. ممكن مثلا إنه يكون وجبة الغداء شوي متأخرة، بدل ما تكون على الساعة 2 أو 3 ممكن إنها تكون على الساعة مثلا 5 أو 6 المساء، يعني يكون وقت قريب لوقت الإفطار، الوقت اللي إحنا بالعادة منجوع فيه. وغير هيك يعني نسين نقرب مواعيد الوجبات تدريجيا إلى مواعيد الوجبات المعتادة،
يعني شوي شوي تدريجيا نصير نقدم الوجبة وقت الوجبة، مثلا الفطور نصير شوي نأخره مثلا 7 8 9 يعني بالتدريج، والفطور والغداء مثلا نصير ناخذه مثلا على مثلا إذا أخذناه بلشنا بالستة ممكن بعدين على 5 بعدين على 4 بعدين على 3، لأنه الجسم بده وقت لحتى يرجع يعني يضبط نفسه. فهذا الشيء بيساعد تدريجيا على استعادة النظام الغذائي الطبيعي اللي كنا إحنا ماشيين عليه قبل رمضان. صحيح. وأيضا المفروض أنه نبدأ بتناول كميات خفيفة على وجبة الإفطار، ومن ثم زيادة الكمية تدريجيا لحد ما تعتاد المعدة، لأنه إحنا طبعا مفروض أنه ناكل كمية كبيرة على وجبة الفطور، كميات متوسطة على وجبة الغداء، وكميات بسيطة على وجبة العشاء. بس إحنا مش متعودين أنه نفطر لسبب الصيام خلال شهر كامل، فبكون شوي صعب علينا ناكل الصبح أول الأيام بعد رمضان. صحيح. غير هيك المفروض أنه نتجنب الإسراف في الطعام، يعني نتذكر الآية الكريمة وكل واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، بشكل عام يعني ما ناكل كميات كبيرة يعني، ويستحسن ناكل صنف واحد من الأكل بالوجبة الواحدة. يعني مثلا في مثلا ناس يحبوا يفطروا بيض وسمك وفول، لا في ناس مثلا نفطر بس بيض مثلا، بالغداء عادي فينا ننوع يعني نفترض إنه ناخذ سلطة، ناخذ مصدر بروتين، ناخذ نشويات، يعني فينا ننوع بالغداء، بس يعني صحيح. إنه ما ننوع مثلا أنا قصدي بأنواع اللحوم، مثلا ما ناكل لحم ودجاج وسمك مع بعض، أو مثلا دجاج ولحم مع بعض، لأنه هذا الشيء بيؤدي إلى اللي يصير في عندنا عسر هضم، وأريد المعدة مش متعودة على إنه ناكل يعني كميات كبيرة وتنوع كثير، لأنه إحنا برمضان بسبب ضيق الوقت ما فينا ننوع كثير وناكل كميات كبيرة. صحيح. أما كمان لما ناخذ لحمة ودجاج مع بعض، كل نوع من اللحوم بحتاج إلى يعني درجة معينة من إنه أسيد المعدة يطلع، يعني في صحيح. أسفل المعدة تتعدل، فلما نحن نخلط هاللحوم مع بعضها بصير في عنا عسر هضم، لأنه صحيح. بصير المعدة كونفيوز. لأن مثل ما أيضا يعني ذكرتي أستاذة السهير بأن يعني تناول الدجاج والسمك يستغرق أيضا يعني وقت أقل في الهضم عن اللحوم، فلهذا السبب مثل ما ذكرتي تفضلتي بأن الخلط بين اللحوم والأسماك والدجاج طبعا أكيد بيؤدي إلى يعني عسر الهضم وبطء أيضا عملية الهضم في المعدة. نعم صحيح. غير هيك بدنا نتجنب الإفراط في تناول الأطعمة الدسمة والمقلية، هذا شيء لازم نحن نعمله طوال السنة. وأيضا عدم المبالغة بتناول الحلويات، لأنه كمان الحلويات لما ناخدها بكثرة ممكن أن تؤدي إلى أنه تسوي شوية عسر هضم، في ناس ممكن تسوي لهم إسهال الله يكرمك. وأيضا تناول وجبات من الخضار والفواكه، لازم نحن نتذكر إحنا برمضان ما كثير ممكن نشتهي الفاكهة، ممكن نجبر نفسنا ناكلها، ولكن هلأ بالأيام العادية احنا مفروض ناخذ فاكهه يعني 2 إلى 3 حصص فاكهه في اليوم، ونركز على الفواكه الموسميه، لانه هلا نحن مثلا عندنا موسم بطيخ شمام، موسم المانجو وهالاشياء هاي، فنركز دائما على الفواكه الموسميه لانه فائدتها بتكون بموسمها. صحيح. الا مثلا اذا انتم جايبين مثلا اذا لقينا بالسوق برتقال مثلا الاسترالي، هلا عندهم احنا شتويه احنا عندنا صيف، فنحن لو اخذنا البرتقال من عندهم يعتبر يعني فاكهه موسميه، الواحد بيعرف من أي بلد عم بيختار. لأنه لو جبنا مثلا برتقال مش عارف من أي بلد هلأ عندهم صيف، مصري أصلا موسم الشتاء. أبو سرة والله المانجا المصرية طيبة. المانجا الهندية العنفوس. ألفونسو. أستاذ عفوا أستاذ سهير، يعني إذا حابين نعرف منك هل هناك بعض الأغذية، يعني إذا تذكرين أو يعني تذكرين لنا، هل هناك بعض الأغذية أو المشروبات اللي يمكن أن يعني تساعد في تفادي يعني مشاكل الهضم اللي يتعرض لها بعض الناس، وبالخياص بالأخص يعني بعد الصيام؟ هلا نحن حتى خلال شهر رمضان المفروض انه ناخذ المشروبات اللي فيها بروبيوتكس. البروبيوتكس اللي هي البكتيريا النافعه موجوده مثلا بالزبادي، باللبن، لبن عيران، لانه اللبن عيران هو عباره عن شو؟ عن زبن زبادي مخفف مع مي ومزيود بنسبه ملح. فينا نعمله بالبيت من الزبادي من غير ما نضيف ملح كثير، نحط معاه مثلا ثوم ونعنع. الثوم لانه كمان بيساعد في يعني بيساعد على انه يزيد البروبيوتكس، لأنه هذا يعتبر غذاء البكتيريا النافعة.
أو مثلا نعمل كوكتيل زبادي وموز، فهالأشياء بتساعد على إنه تزيد نسبة البكتيريا النافعة بالجسم، فبالتالي بتساعد على إنه إن إحنا نسيطر على مشاكل الهضم من غازات، من إمساك، من إسهال، لأنه يعني هي بتنظم كل عمليات الهضم من هاي البكتيريا النافعة. وأيضا المفروض نتناول يعني كثير مي، لأنه إحنا برمضان كنا نركز على المشروبات اللي فيها سكريات، المفروض إنه إحنا هاي العادة نبطلها هلأ، خلص رمضان، نشرب مي، ونحاول إنه نشرب يعني ما بين 3 لتر ل 4 لتر باليوم، لأنه هلأ كمان الدنيا يعني بلشت تصير صيف، والجسم يعني المي عم تتبخر من الجسم، فإحنا بحاجة إنه إحنا نعوض هاي السوائل. حتى في ناس بتصير بيشكوا دائما من وجع الراس، وجع الراس ممكن يجي من الجفاف. الجفاف صحيح. نعم. وغير هيك آخر نصيحة عندي إياها، وإنه إحنا نبلش نشرب الكافيين اللي هو قهوة وشاي والأشياء وقت قريب من الوقت المحدد المعتاد عليه برمضان، بعدين نتدرج على إنه لا يزيد عن 2 كوب خلال اليوم، لأنه صحيح. كمان زيادة الكافيين ممكن تؤدي إلى تسارع عدد دقات القلب، وأيضا ممكن تؤدي إلى الجفاف، لأنه هي تعتبر مضرة للبول. أي شيء فيه كافيين، سواء مشروبات غازية فيها كافيين أو مشروبات طاقة أو قهوة أو شاي، كل هالأشياء يعني بتضر البول الله يكرمكم، فممكن تؤدي للجفاف أيضا، خصوصي إنه هلأ نحن صيف. صحيح. أستاذة سهير، ذكرتي أنت نقطة مهمة جدا، اللي هي يعني شرب السوائل بشكل مستمر، وخاصة يعني خلال الأيام القادمة وارتفاع درجات الحرارة، وتجنبا لي يعني حدوث الجفاف وبعض المشاكل اللي ممكن تحدث نتيجة يعني قلة شرب الماء. فلو تذكرين مستمعين الأعزاء أستاذ سهير عن كمية السوائل، لأن احنا نعرف أيضا بأن نسبة أو كمية السوائل اللي يحتاجها الرجل تختلف عن المرأة، فلو نذكر ما هي كمية السوائل اللي المفروض أن الشخص يأخذها خلال اليوم. هو نحن يعني ما سواء الرجل أو مرأة، نحن بنحسب السوائل حسب وزن الجسم، فنحن بنحسب العادة 30 ل 35 ام ال لكل كيلو جرام. ذكرينا بالمعادلة أستاذة سهير. فالمعادلة مثلا هي مثلا إذا لتسي وزنك 70، تضرب 70 ضرب 30 في 30، نعم، يعني 2100 ام ال، يعني تقريبا لترين ماء. بس طبعا بالصيف احنا بنروح للهاير باوند اللي هو 35 مثلا ضرب 70 كيلو جرام، فبدك تكون عم تشرب ما بين لترين ونص إلى 3 لتر ماء باليوم. فالمعادلة أستاذ سهير هو 30 في الوزن، يعادل هو كمية 30 إلى 35 ام ال بالوزن، في الوزن، نعم، بالكيلوغرام. بالكيلوغرام بيطلع النسبة اللي المفروض أنه يأخذها الشخص من السوائل بشكل يومي، سواء كان يعني يعني رجل أو امرأة. نعم، لأن هل كل ما هل زاد الوزن كل ما نعم زادت مساحة السطح، كل ما زادت كمية تبخر الماء، وبالتالي بزيد احتياجنا للماء. ممتاز. يعطيك العافية أستاذة سهير محمود، أخصائي أول التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي، على هاي المعلومات الجميلة الحقيقة والموضوع الجميل، العودة للأنماط الغذاء المعتادة. كل الشكر والتقدير لك. أهلا وسهلا، ويومكم سعيد إن شاء الله. يومك إن شاء الله أسعد. مستمعينا الأعزاء، مثل ما ذكرت أخصائية التغذية بأن دائما تجنب تناول الأطعمة الدهنية والمشروبات الغذائية عفوا أو الغازية موضوع مهم جدا، وتناول من 8 إلى 10 أكواب من الماء يوميا، وممارسة الرياضة أو قم بالمشي لتسهيل عملية الهضم بالطعام، وأيضا لا تنسون المعادلة اللي ذكرتها الأستاذة سهير محمود، اللي هي معرفة كمية الماء اللي تحتاج أن تأخذها خلال اليوم، فأضرب 30 في الوزن فبيعطيك كمية السوائل اللي تحتاج أنك تأخذها خلال اليوم. خدمات هيئة الصحة بدبي ولمكافحة التدخين، موضوعنا بعد الفاصل. بيكون معي ضيف عبر الهاتف الدكتور صلاح محمد ثابت، أخصائي الصحة العامة بهيئة الصحة بدبي، وبإمكانكم التواصل معنا على الأرقام 600551414، وعلى الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. فاصل وراجعين. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء، يا مرحبا بكم وسهلا، ورجعنا لكم مرة ثانية في برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة، قدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعة نور دبي. أرحب بتواصلكم معي مستمعينا على الأرقام 600
5514114 وعبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. وننتقل إلى موضوعنا لهذا اليوم، موضوع خدمات هيئة الصحة بدبي، واليوم تحت عنوان التدخين. ومثل ما تعرفون مستمعينا أن التدخين واحدة من المشاكل الصحية العالمية والقضايا المزمنة التي تكافحها جميع المؤسسات الصحية في العالم، وتعمل على الحد منها لتفادي العديد من الأمراض الخطرة والقاتلة، ومن بينها السرطان وغيره من الأمراض الرئوية والتنفسية الأخرى. للحديث حول هذا الموضوع معي عبر الهاتف الدكتور صلاح محمد ثابت، أخصائي الصحة العامة بهيئة الصحة بدبي. دكتور صلاح، صباح الخير. سرور أخي عبد الله. مرحبا دكتور، صباح الخير، كيف حالك؟ الحمد لله تمام، حياك الله اخوي عبد الله. الله يحييك دكتور صلاح. طبعا موضوع التدخين من المواضيع المهمة الحقيقة، فحابين دكتور طبعا أكيد هيئة الصحة بدبي أيضا يعني أولت أهمية كبيرة حول موضوع التدخين وهاي المشكلة، اهتمام كبير وتنوعت في وسائل مكافحتها وعلاجها، ومن بين هاي الوسائل طبعا تخصيص عيادة متكاملة تحت اسم عيادة لمكافحة التدخين. دكتور لو تعطينا نبذة في الحقيقة عن مشكلة التدخين، المشكلة العالمية وما تسببه من الأمراض الخطيرة، مثل ما ذكرنا قد تكون يعني الأمراض مختلفة في المستوى، تصل إلى الخطيرة وفي بعض الأحيان أيضا تكون قاتلة، فلو نتحدث في البداية عن مشكلة التدخين العالمية دكتور. أكيد إن شاء الله، بس قبل لا نبدأ في المشكلة أول شيء نقول أن قامت هيئة الصحة بدبي بتوسيع خدماتها في بخصوص عيادات الإقلاع عن التدخين، بحيث أن بدل ما كانت عيادتين فقط في مركز الطوارئ الصحي ومركز البرشة الصحي، قامت بعد بافتتاح عيادات الإقلاع عن التدخين في مركز ند الحمار الصحي، فأصبحت الخدمة متوفرة في 3 مراكز صحية بدل من مركزين. في 3 مراكز، المراكز الرعاية الصحية الأولية اللي تابعة لهيئة الصحة بدبي، مستمعينا الأعزاء، عيادات خاصة للإقلاع عن التدخين، ومثل ما ذكر الدكتور صلاح في مركز الطوارئ الصحي ومركز البرشة الصحي وأيضا مؤخرا في مركز ند الحمر. ممتاز دكتور، فخلنا نتحدث عيل عن مشكلة التدخين، وبعدين أيضا بنتكلم معك دكتور عن الخدمات اللي تقدمها هيئة الصحة في المراكز الخاصة للإقلاع عن التدخين. بخصوص مشكلة التدخين، طبعا مثل ما نعرف التدخين يسبب عدة أمراض، ومن أهمها أمراض السرطانات في جميع أنحاء الجسم، ممكن يتسبب مش فقط سرطان الرئة، ممكن يحدث سرطان في أي مكان من الجسم. طبعا أمراض الأوعية الدموية بشكل عام، ومنها الجلطات الدماغية والجلطات القلبية، وأيضا أمراض الرئة من صعوبات التنفس والربو والأمراض التنفسية المزمنة. بخصوص الخدمات اللي تقدمها عيادات الإقلاع عن التدخين، طبعا تختلف الخطة العلاجية من شخص لآخر، ولكن الخدمات اللي نقدمها هي حسب أولا اللي هو التاريخ المرضي والتشخيص السريري لكل شخص، وبعد ذلك الفحوصات اللي نعملها في جهازين لقياس، جهاز يقيس وظائف الرئة والجهاز الآخر يقيس نسبة غاز أول أكسيد الكربون. ومثل ما يعرفون مستمعينا أن غاز أول أكسيد الكربون عبارة عن غاز سام، وهذا يصدر عن طريق الاحتراق وموجود في طبعا نسبة كبيرة في التدخين. أيضا فحوصات الدم، أشعة الصدر، تخطيط القلب، وهذه كلها لتقييم أي شخص مدخن يحضر عندنا قبل لا نبدأ بالخطة العلاجية. بخصوص الخطة العلاجية، طبعا مثل ما قلنا في البداية أنها تختلف من شخص لآخر، ولكن بشكل عام تنقسم إلى علاج سلوكي وعلاج دوائي. بخصوص العلاج السلوكي، أن أي شخص مدخن لازم يبدأ في تغيير نمط حياته، من حيث يبدأ بممارسة الرياضة، يبدأ بالابتعاد عن الأشياء اللي تحفز للتدخين، سواء من حيث الأماكن اللي كان يدخن فيها أو الأشياء اللي تساعد على
زيادة التدخين مثلا المنبهات مثل الكوفي والشاي وغيره، ويبدأ يشوف الأشياء اللي كانت تساعده في الابتعاد عن التدخين مثل ممارسة الرياضة، الأكل الصحي. فدائما العلاج السلوكي محتاج إلى تغيير في السلوك وتغيير في نمط الحياة. صحيح. بالنسبة للعلاج الدوائي، العلاج الدوائي مهم جدا ويساعد في تقليل الرغبة للتدخين وأيضا السيطرة على الأعراض الانسحابية بسبب مادة النيكوتين اللي موجودة في الدخان. فدائما المدخن لما يبدأ بتقليل التدخين أو توقف عن التدخين بسبب نقص النيكوتين، يبدأ الجسم مثل ما تقول بالشكوى، اللي هو تظهر أعراض يسموها أعراض انسحابية من توتر وقلق وعصبية ونرفزة، عدم صحيح. تركيز، صداع. فوظيفة التدخل الدوائي هنا أنه يسيطر على هاي الأعراض الانسحابية بالإضافة إلى تقليل الرغبة للتدخين. نعم. طبعا العلاج السلوكي يكون للجميع، أما العلاج الدوائي حسب مثل ما قلنا حسب التقييم من التاريخ القاضي ومن العلاج من الفحوصات السريرية والمخبرية، نشوف وظائف الرئة، وظائف الكبد، وظائف الكلى قبل أن نبدأ بالتدخل الدوائي. صحيح. ودكتور جميل الحقيقة يعني حديثك عن يعني الطريقة العلاجية، يعني أنتم أخذتوا الموضوع ليس فقط من جانب دوائي، وإنما أيضا ركزتوا على الجانب النفسي أو الجانب الاجتماعي، قد يعني إن صح التعبير في هذا الموضوع، لأن أيضا يعني الشخص المدخن مرات يمر في يعني أزمة نفسية أو اضطراب نفسي في كثير من الحالات. فدكتور يعني الشخص اللي يحتاج إنه يعني يستفيد من خدمات العيادات الإقلاع عن التدخين، هل يحتاج بأن يعني ياخذ موعد مباشرة مع العيادة، ولا أنه يحتاج بأن يعني يراجع طبيب استشاري أو طبيب عائلة بعدين يتحول إلى عيادة الإقلاع عن التدخين؟ ممكن ان وقت زيارته لطبيب الأسرة نعم. او طبيب العائلة يطلب تحويل لعيادات الإقلاع عن التدخين، أو ممكن عن طريق الاتصال في مركز الاتصال في هيئة الصحة بدبي اللي هو 800342، ويطلب موعد في أقرب عيادة مناسبة له، سواء مثل ما قلنا الطوار أو البرشة أو نزل الحمر. فبإمكان أنه يعني يأخذ الموعد مباشرة لعيادات الإقلاع عن التدخين. نعم ممكن. ممتاز ممتاز جميل. دكتور أيضا يعني من الأمور اللي حابين أيضا نعرفها الحقيقة، بأن يعني العيادات هاي لها اهتمام الحقيقة من المسؤولين بهيئة الصحة بدبي، وذلك لأهمية يعني هاي المشكلة الإقلاع عن التدخين. فلو تحدثنا عن التجهيزات ونوعية الخدمات اللي تقدمونها في هاي العيادات. مثل ما قلنا طبعا في أهمية كبيرة، وعشان كذا تم توسيع الخدمة بدل من مركزين إلى 3 مراكز صحية. أيضا المراكز الصحية تغطي الفترة الصباحية والفترة المسائية. نعم. فالخدمة تقريبا متوفرة في الفترتين، طبعا تغطي كافة الأعمار، تقدر تقول من 12 سنة فما فوق، فالخدمة متوفرة للجميع. صحيح. لجميع المدخنين الراغبين في الإقلاع عن التدخين. نعم. تفضل دكتور. أيضا في حملات نقوم بها، لكن بسبب الوضع الحالي وقفت الحملات، ولكن نرجع نستمر فيها إن شاء الله قريبا. نعم. دكتور صلاح، يعني التحديات اللي تواجهونها الحقيقة أحب أني أسمعها، ما هي أغلب التحديات والمشاكل اللي تواجهونها، وكيف يتم التعامل معها يعني في عيادات التدخين؟ ومثل ما ذكرت دكتور صلاح بأن يعني بعض المدخنين اللي هم يمكن قد يكونون يعني يدخنون من فترات طويلة يعني يمرون ببعض المشاكل النفسية، فكيف يتم يعني التعامل مثل هاي الحالات في عيادات التدخين؟ بصراحة من أصعب الحالات اللي شفتها أنا اللي هم طلاب المدارس أو اللي نقدر نقول في سن المراهقة. يحضرون العيادات برفقة الوالدين وبضغط من الوالدين، وهم فئة عنيدة جدا. فنبدأ صحيح. معاهم تدريجيا، احنا ما نبغي الوالدين يضغطون عليهم، لأن هالمرحلة مرحلة صعبة شوية وعندهم عناد. فنبدأ معاهم شوي شوي، ونركز مثل ما قلنا على التغيير السلوكي، أهم شيء إن احنا نبدأ نشغل وقت فراغهم،
لأن دائما وقت الفراغ عندهم هو أكبر سبب لهذه المشكلة. فنبدأ نشغل وقت فراغهم ونحاول نحن نكون مثل الأصدقاء لهم. صحيح. فهم أصعب فئة عمرية تقريبا. نعم. أما الباقيين شوي أسهل التعامل معهم. صحيح. طبعا هاي الفئة اللي ذكرتها دكتور صلاح اللي هم المراهقين أكيد يحتاج إلى يعني توعية سواء للشخص نفسه أو الأم أو الأب أو الأسرة في كيفية التعامل مع هذا الشخص. فشو اللي يعني تنصح دكتور يعني أن يعني الأم أو الأب بالأخص يكون عندهم بعض المهارات في يعني كيفية التعامل، كيف يعرف يتعامل؟ لأن أنت ذكرت دكتور جانب مهم جدا أنه يعني لابد أنه يأخذونه بطريقة يعني سهلة على أساس أنه ما تكون أيضا نتائج عكسية في هذا الموضوع. فشو اللي تحب أو شو اللي تنصحه للأم أو الأب أن يكونون يعني أو طريقة التعامل مع هذا الشخص وبالأخص دكتور خلال مرحلة العلاج؟ أهم شيء مثل ما قلنا أن ما يأخذون الموضوع تحدي أو بالنسبة للوالدين وعصبية. نعم. يأخذونهم بسلاسة ويبدون يشغلون وقت فراغهم، لأن مثل ما قلنا هذه المشكلة أساسها هو الفراغ. يبدون يسجلونهم في النوادي أو في أماكن بحيث أن يصرفون طاقتهم في أشياء تبعدهم عن هاي الأمور. ومن ناحية أخرى ممكن التدخل الدوائي في بعض الأحيان يكون مساعد لهم لتخفيف الرغبة والسيطرة على الأعراض الانسحابية. فأنا أنصحهم أنهم يراجعوننا، يأخذون مواعيد عندنا ويون ونشوفهم ونجلس مع الشخص المدخن لحاله ومع الوالدين لحالهم وننصح الطرفين. نعم. والكثير تم يعني التعامل معهم وإقلاعه عن التدخين. صحيح. دكتور أنا حاب أعرف الصراحة يعني إذا كان الشخص يعني مدخن ويعني يتعالج في العيادات الإقلاع عن التدخين، النتائج متى ممكن أنه يعني يلاحظ عليها الشخص؟ هل تأخذ فترة ولا ممكن يعني خلال أسبوع أو أسبوعين يلاحظ بعض التحسن ويلاحظ بعض النتائج؟ شوف، هي تعتمد اعتماد كبير على إرادة الشخص. صحيح. لأن مثل ما قلنا السلوك يلعب دور كبير. ففي ناس يجون عندنا إرادتهم قوية، يعني هذيل ما يأخذون ويا أسبوع أسبوعين بالكثير خلاص. وفي ناس صراحة إرادتهم تكون ضعيفة أو في ضغوطات من أشخاص آخرين عليهم، فهذا اللي يطولون معنا شوية. صحيح. نبدأ معهم بالتدريج. صح. فمفروض أن الشخص أيضا نفسه دكتور مثل ما تفضلت أنه يعني يكون عنده إرادة من جانب، وأيضا يعني الفريق الطبي له جانب آخر يدعم، ولكن إذا كان الشخص هو بروحه ما عنده إرادة فمثل ما ذكرت يعني أنه ممكن يستفيد من الخدمة ولكن المدة تكون أطول من إذا كان هو ما عنده أي إرادة يعني في الإقلاع عن التدخين. أكيد. إحنا نقوم بتحفيزهم وتنبيههم وتنويرهم والتوعية، ولكن مثل ما قلت أنت يعتمد اعتماد كبير على الإرادة وعلى تغيير السلوك أو نمط الحياة والبيئة المحيطة أيضا. إذا كان عايش في وضع ستريس مثل ما نقول أو ضغوطات شديدة فهذا شوي يكون صعب، ولكن بالأخير إن شاء الله ينجح الموضوع، بس يطول أكثر يأخذ وقت. صحيح. طبعا دكتور يعني العلاج المدمن أو الشخص المدخن يعني اختلاف الحقيقة عن الأمراض الأخرى يحتاج إلى تواصل مستمر، لأن أنت ذكرت دكتور هو ليس فقط جانب علاجي كدوائي، فإنما أيضا هناك أيضا تدخل أو يعني يحتاج الشخص هذا إلى دعم، سواء إذا كان دعم اجتماعي أو دعم نفسي سواء من الفريق الطبي المعالج وأيضا من الأسرة. لو تحدثنا دكتور كيف يتم يعني التواصل بشكل مستمر بينكم أنتو كفريق طبي معالج وبين الشخص المصاب، على أساس أنه أيضا هو يحس بأن هناك تواصل مباشر بينه وبين الفريق الطبي المعالج؟ احنا طبعا عن طريق المواعيد، فالمواعيد حتى الشخص اللي مثلا ما يجي الموعد ماله نتصل فيه تليفونيا
نعم نتأكد ليش ما جاء الموعد وهذا، وممكن ناخذ الاستشارة عن طريق التليفون عشان ما نفوت أي شخص ولا نترك صحيح. أي حد بدون ما يتابع موعده أو بدون ما يتابع الخطة العلاجية. فنحاول قدر المستطاع إن احنا نتصل وياهم، وأيضا الأشخاص اللي يجون مع أسرهم، فأيضا نحاول نحن نوعي الأسرة بحيث أنها تدعمها الشخص، لأن في هالمرحلة ممكن يكون مزاجه متغير، سلوكه متغير، ولكن يصبرون عليهم ويتحملونهم شوي لغاية ما يعدوا هالمرحلة. صحيح. وفي كثير من الدكتور يعني عفوا كثير من الناس تعتبر يعني موضوع التدخين موضوع شخصي وموضوع سري، فأكيد أنتم يعني مريتوا في هذا النوع من الحالات اللي يعني يمكن الشخص يعني يلجأ للعيادة بنفسه وما يحب أن حد يعرف عن هذا الموضوع وعن علاجه، فكيف تتعاملون دكتور مع هاي الحالات؟ لا أكيد دائما لكل شخص أو لكل مريض خصوصية، فخصوصية المرضى موجودة. صحيح. لكن إحنا نتكلم عن الأشخاص اللي مثلا يجون مع أسرهم، هذا الأوردي خلاص هم جايين مع الأسرة، فإحنا نوعي كل شخص لحاله. صحيح. لكن يعني كل مريض لحاله والأسرة لحاله على أساس نفهمهم كيف الوضع. أما بالنسبة للأشخاص اللي يجون لحالهم فتكون عندهم خصوصية، أكيد. ما في أي حد يشوف ملف المريض غير الطبيب والمريض نفسه، فخصوصية تكون متوفرة دائما لكل مريض. هذه صحيح. من سياسة هيئة الصحة في دبي، خصوصية نعم. المتعامل. طبعا دكتور انت ذكرت ان يعني بخصوص موضوع قنوات التواصل، هيئة الصحة بدبي وفرت الحقيقة خلال المرحلة الأخيرة، وما زالت يعني هناك آلات وطرق ويعني تطبيقات وبرامج ذكية للتواصل، منها طبيب لكل مواطن وأيضا مبادرة دواء، وأكيد انتم دكتور يعني تستغلون هاي البرامج للتواصل المستمر مع متعاملينكم على أساس انه يكون هناك دائما في تواصل مستمر بينكم وبين الشخص المصاب أو المعالج. أكيد حاليا نعم. مثل ما قلنا أخي عبد الله عن طريق الهاتف للأشخاص اللي ما يحضرون العيادة شخصيا، ولكن بالنسبة للفيديو أو مثل ما نقول التواصل الذكي اللي هو عن طريق الفيديو كول ممكن يكون نعم. قريبا متوفر إن شاء الله، احنا نعمل على ذلك، ولكن مبدئيا عن طريق الهاتف وعن طريق الحضور الشخصي. صحيح. دكتور صلاح عندنا دقيقة الحقيقة، ونحب أن نستغل هاي الدقيقة في بعض النصائح اللي تحب تقدمها. طبعا أنت أكيد عندك خبرة كبيرة في يعني كيفية التعامل مع هاي الفئة وبالأخص عيادات الإقلاع عن التدخين. ننصح كل مدخن أنه يبدأ التفكير في تغيير، فدائما أي سلوك أو أي تغيير يبدأ بفكرة ويباله إرادة، وبس ما عليه إلا أنه يتواصل ويانا، وإن شاء الله نقنعه ونخليه يغير من هاي العادة السيئة بإذن الله. يعطيك العافية دكتور صلاح محمد ثابت، أخصائي الصحة العامة بهيئة الصحة بدبي، حديث شيق دكتور وخدمات جميلة ومهمة الحقيقة لهذه الفئة، فئة المدخنين. شكرا جزيلا لك، وشكرا أيضا الشكر لفريق عملك المبدع. العفو أخي عبد الله، أشكرك، يعطيك ألف عافية. العفو. مستمعينا الأعزاء، ومن خلال أيضا حديثنا مع الدكتور صلاح محمد ثابت عن موضوع التدخين وعيادات الإقلاع عن التدخين اللي توفرها هيئة الصحة بدبي، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. نتمنى إن شاء الله أن قدمنا لكم معلومات صحية مفيدة، وهذا هو دائما نهج هيئة الصحة بدبي نحو مجتمع أكثر صحة وسعادة. أحب أني أشكر فريق العمل المبدع معي اليوم، فريق الإعداد بهيئة الصحة بدبي، وكان معي في التنسيق والمتابعة الأخت إسراء هاشم، وفي الإخراج مخرجنا المتألق دائما الأستاذ أيمن سرحيل. وتقبلوا تحياتي، أنا عبد الله محمد جمعة، ودمتم جميعا بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.